إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أحبائي في الله، فما زلنا في الفوائد أو مع الفوائد والأحكام المتعلقة بتبويب الإمام البخاري الأخير: إذا قضى دون حقه، وإذا قاص أو جازفه. ووصل بنا عند الفائدة الثانية، قال ابن بطال: لا خلاف بين العلماء أنه لو حلله من جميع الدين أو أبرأ ذمته أنه جائز، فكذلك إذا حلله من بعضه. إذن هذه من المسائل المتفق عليها تقريبا بين أهل العلم، أن صاحب الدين له أن يسامح بجميع حقه بالدين، وله أن يسامح بجزء من حقه بالدين. ولو قلنا بعدم الجواز لأدخلنا على الناس حرجا كبيرا. لما؟ وقلنا بعدم الجواز لدخل على الناس حرج كبير. لما؟ الدائن الذي أخذ الدين يبحث عن طريق السداد ولا يجد، وإذا ما كان لا يستطيع السداد من يساعده؟ يعني شيخنا يغلق يعني باب على الناس من أبواب التيسير. نعم، الشريعة جاءت للتيسير على الناس، وبالتالي نقول له: إما أن تدفع المبلغ كاملا، وإما أن لا يخصم لك شيء، فهذا إدخال عسر وعليه. فجاءت الشريعة من مقاصد الشريعة ومن القواعد الفقهية الكلية الخمس الكبرى: المشقة تجلب التيسير. ومن صفات الشريعة: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فعليه، فهذا يسامح أو بالكل أو بالجزء. وهذا يلتقي مع قاعدة فقهية، ماذا تقول؟ الميسور لا يسقط بالمعسور. نعم، الميسور لا يسقط بالمعسور. الميسور لا يسقط بالمعسور. وربنا يقول: وما أنفقتم من خير يوفى إليكم، وآية أخرى: فلأنفسكم. آيات وما كما يقول علماء الأصول صيغة عموم، لأنها أداة شرط. ومعنى ذلك أنك أي شيء من الخير تستطيع أن تقدمه قدمه، حتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، وسبق دينار ألف دينار. تنبهوا، وهذا معنى كلام ابن بطال. ثلاث، قال: فيه ظهور بركة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا حقيقة العبارة لابد أن تكون أفضل من ذلك. قال: فيه ظهور بركة النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل من هذه العبارة ماذا؟ لا، فيه ظهور البركة التي وضعها الله في نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: والبركة من الله. والبركة من الله، عندما قال للصحابة: حيوا، أي أقبلوا على الطهور، أي الماء الطهور المبارك، ثم قال: والبركة من الله، ونبع الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. فلم يقل: أقبل على بركتي،
لا، البركة من الله جل في علاه، جعلها الله في نبيه صلى الله عليه وسلم. تنبهوا. وطبعا هناك رسالة دكتوراه كاملة، التبرك المشروع والتبرك غير المشروع، مطبوعة في مجلد عن مكتبة الرشد الرياض، في حوالي 500 صفحة. فالكلام عن البركة، وشيخنا الألباني رحمة الله عليه كان في مبحث التوسل تطرق إلى موضوع البركة، ثم تبين في رواية الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته من كان يراه يتتبع بصاقة أو من فصل منه فحثهم على العمل الصالح، مع أنه كان في البداية يقتتلون على نخامته وعلى بصاقه، لكن كان له مقصد وهو إظهار قوة الصحابة بحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم أمام الكفرة وأمام أعداء الدين. فلما استقر الأمر حثهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ على العمل الصالح. كلام طويل في البركة، لا نستطيع أن نذكر أكثر من هذا الكلام. قال فيه ثبوت معلم أو ثبوت معلم لنبوته صلى الله عليه وسلم، ثبوت معلم لنبوته صلى الله عليه وسلم، ما هي؟ ظهور البركة، ظهور البركة. وكانت ظهرت البركة بماذا؟ في التمر، يعني كثرة التمر فقط، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم ينفذ شيء. فبعدما أخذ كأنه لم ينقص شيء. وطبعا الروايات والأحاديث الواردة في ذلك، عندما ذهب، عندما عدت تلك الصحابية الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم وكان في وقت جوع، وأرسلت ابنها وقالت له أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطعام، وإياك أن تدعو أمام الناس، وإياك أن يعلم أحد أننا دعونا النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأنه على الجد. فعندما جاء وقال يا رسول الله إن أمي وأبي يدعونك إلى الطعام، فقال أيها المسلمون أقبلوا معي. فعندما قدم ماذا فعلت؟ ألم أخبرك ألا تخبر أحدا؟ قالت قد أخبرت نبينا صلى الله عليه وسلم سرا، ولكن خاطبهم تعالوا. قال إن كان قد قال فهو أعلم، خلاص إيمان مطلق. فقال فدخلنا فأكلنا، والله لو كنا 100 رجل ما نفذ الطعام. فبالتالي البركة من الله جل في علاه. يا جماعة احنا بحاجة، الناس في هذا الزمان اكثر شيء غفل عنه البركة، بركة في الوقت، بركة في الاولاد، البركة في الصحة، يفكروا فقط في العلاجات ولا يفكروا في البركة. وطبعا كلام نرجع، قال فيه مشي الإمام في حوائج الناس. كيف هذا ظهر في الحديث؟ هناك شباب من أصحاب جديد نفسكم، شرحنا الدرس الماضي، تفضل. دخول النبي وطوافه في الحائط. لا، قبل هيك النبي صلى الله عليه وسلم ذهب شافع الجبل. نعم، ذهب إلى اليهودي عليه الصلاة والسلام. يا جماعة الرجال مواقف، الرجال مواقف. وحقيقة أكثر موقف مؤثر في الشخص أن تأتيك النجدة من غير أن تطلبها، أن تأتيك النجدة من غير أن تطلبها. أنت جائع ويأتيك الطعام من غير أن تطلب، يا الله. أنت جائع ولا مال عندك،
فيأتيك الطعام وأنت لا تطلب، وهذا سنة إطعام الطعام، أن أفشوا السلام وأطعموا الطعام. ربما أنت تقدم الطعام بعض الموجودين جائع وفي نفس الوقت لا مال عنده، أو عنده مال ولا يحسن الشراء، وهذا حقيقة يعني قابلنا في مناسك الحج، يعني الحمد لله ماله معانا لكن مش عارفين نشتري، وفي أماكن ما في بدنا نشرب يعني نشعر بالعطش وما في تشتري، في توزيع مجاني أما في بيع وشراء ما في، فبدك تروح تأخذ ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمثل هاي المواقف إطعام سنة عظيمة جدا. على كل حال مشي الإمام في حوائج الناس هذه سنة، وورثها الخلفاء، فكانوا يمشون في حوائج الناس من غير طلب. والنبي صلى الله عليه وسلم أصل قاعدة قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. اسأل نفسك ماذا تنفع الناس لوجه الله، بماذا تنفع الناس؟ أنت اليوم ماذا نفعت الناس؟ المسكين الذي يأتي إلى الدرس ويأتي لوحده من غير أن يصحب أحد، طب ما أنت جاي إمكانك أن تحضر أحد بسيارتك بركوبتك، هذا محروم، ما لا ينفع الناس إلا إذا واحد اتصل فيه تأخذني، بدك تستنى الناس تتصل فيك، أنت اتصل فيهم. اسأل نفسك ماذا تنفع الناس، تنتظر من الفقير أن يأتيك ويطلب منك؟ لا، أنت ابحث عن الفقير. تنتظر من الجهلة يطلب منك أن تعلمهم؟ لا، أنت ابحث عن الجهلة وعلمهم. تنتظر من أبيك أن يطلب منك شيئا؟ لا، اذهب أنت إلى أبيك، اذهب أنت إلى أمك واطلب منهم، يا لو سمحت اطلب مني لو سمحت، يعني بترجاك في مجال، والله يا ابني بدي اطلب من اخوك، لا انت هيك سويت، يعني لا اطلب من اخوي لو سمحت. وصلنا لمرحله صار في بر، وتنبه الى هذا الشيء اللي الناس في غفله. طب كمل. قال: فيه استشفاع الامام في الديون. الاستشفاع في الديون من قبل الامام سنه، وهي لمن كان في حاجة ولا يستطيع السداد، فيأتي شخص ويطلب تقليل المبلغ لكي هذا الشخص يساعد على السداد، وفي نفس الوقت بننساو إشي ثاني، ما هو؟ لا بدك تعرف ارفع ايدك، بس جوابك غير صحيح. في شيء آخر مهم جدا يا رجل، ما خلصنا من التقسيط وخلصنا من الشفاعة وتقليل، هسا في اشي ثاني لازم نسويه. هذا من المن عليه متابعة هذا الشخص الذي يستقرض، لا نريد بعدما نستشفع له ونقلل ديون يروح يتداين كمان مرة، هذا ما خلصتش، نريد ان نعالج. لما تستقرض؟ وبعض الناس يعيش في حياتي على الاستقراض، ومتى يسد؟ إذا أعطي من الزكاة وهو يستطيع العمل ولا يريد أن يعمل. الجسد إخواني في الله كما تعوده يتعود، عوده على الكسل تبقى كسلانا إلى الممات. شيخ الإسلام عندما مرض قال له الأطباء: لابد أن تكف عن القراءة والكتابة حتى يستريح الجسد. فقال: ألستم تزعمون أيها الأطباء أن المريض
بحاجة إلى شيء يسعده حتى يشفى بإذن الله؟ قالوا نعم. قال فإني لا أجد سعادة مثل ما أجد في قراءة الكتب والكتابة. هذا علاجي، هذا علاجي. الشيخ الألباني نفس الشيء، قالوا له ريح عيونك، ريح عيونك ولاش تفقدها. كيف ريح عيوني أنا؟ ما حياتي ولذتي في إيش؟ في القراءة. وهكذا، فبالتالي حال الناس على صورتين، أن منهم من يلجأ إلى الكسل وبالتالي يلجأ إلى الديون وبالتالي يعيش مع الصدقات. إمتى بسد؟ لأنه تأتي الصدقات والزكاة. طيب إذا بدك تنتبه، تعالج من جهة وتعالج الجهة الأخرى. الآن كل هذا الكلام في الديون، انظر تبويب الإمام البخاري بعد ذلك ما هو، نسمع. باب من استعاد من الدين. انظر، من استعاذ، لابد من تقدير شيء، من استعاذ، أحسنت، من استعاذ بالله من الدين. تستعيذ بالله من الدين، من المغرم والمأثم. شو المأثم؟ شو المأثم؟ نعم، الشيء الذي يقودك إلى الحرام. تستعذ بالله من المأثم ومن المغرم. المغرم ما هو؟ ثقل الدين، بحيث لا تستطيع السداد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الاستعاذة بالله من المغرم. وعندما سئل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم السبب، وذلك أن الرجل إذا غرم كذب، وإذا وعد أخلف. حتى لو طالب علم، حتى لو طالب علم، حتى لو من أهل الديانة، حتى لو من أهل الديانة، لا تدخل نفسك في الديون، وخصوصا الديون التي فوق طاقتك، سوف تصبح كذابا، سوف تصبح تخلف الوعد. نسمع إذا ما معنى هذا التبويب، تفضل. هذا باب في بيان مشروعية الاستعاذة بالله من الدين. نعم، هذا باب في بيان مشروعية، لأن هذا مما حث عليه الشرع، مشروعية الاستعاذة من الدين. وأي دين؟ الذي هو فوق طاقتك فلا تستطيع السداد، وهو المغرم. نسمع الحديث. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة ويقول اللهم إني أعوذ بك من المأزم والمغرم، فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم؟ قال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. نعم، إذن بداية من يعرفنا برواة هذا الإسناد؟ من يعرفنا برواة هذا الإسناد؟ تفضل. إسماعيل ابن عبد الله ابن عبد الله ابن أويس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي أبو عبد الله المدني صدوق صدوق من مات سنة 26 و200 أخوه عبد الحميد ابن عبد الله ابن عبد الله ابن أويس الأصبحي أبو بكر ابن أبي أويس مشهور بكنيته كأبي مات سنة 200 و200 سليمان ابن بلال التيمي مولاهم أبو محمد وأبو أيوب المدني مات سنة 77 و100 محمد ابن أبي عتيق محمد ابن عبد الله ابن أبي عتيق محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر التيمي المدني مقبول من السابعة. إذن هذا ما يهمنا، مقبول. طيب،
ابن شهاب محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب القرشي الزهري وكنيته أبو بكر الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه وثبته وهو من رؤوس الطبقة الرابعة مات سنة 25 و100 عروة بن الزبير ابن العوام ابن خويل الأسدي أبو عبد الله المدني ثقة فقيه مشهور مات سنة 94 عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين أفقه النساء مطلقة وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة ففيهما خلاف ماتت سنة 57 طبعا هذا الحديث في بعض النسخ له طريق آخر في بعض النسخ له طريق آخر فلو رأيتم في الطبعة طبعة السلطانية الأميرية رقم 12 موجود حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري ثم أداة التحويل حاء وحدثنا إسماعيل طب لما هذا انظر طب من يعرفنا بأبي اليمان وشعيب والزهري تفضل أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني أبو اليمان الحمصي مشهور بكنيته ثقة ثبت مات سنة 22 و200 شعيب بن أبي حمزة الأموي مولاهم واسم وبيه دينار أبو بشر الحمصي ثقة عابد قال ابن معين أثبت الناس في الزهري مات سنة 62 و100 الزهري سبق سبق طب إذن هذا التحويل ما الفائدة منه وضح ما الفائدة من هذا التحويل متابعة شعيب لمحمد بن أبي عتيق أحسنت فهنا شعيب بن أبي حمزة هذا ثقة متقن وهناك ابن عتيق شو ماله مقبول محمد بن أبي عتيق مقبول يعني ضعيف لكنه ضعفه يجبر بالمتابعات فالإمام البخاري نعم احتج به لكن في الأصول ولا في المتابعات في المتابعات وبالتالي هاي النسخة مهمة جدا وبعض المطبوعات حتى كاتب هذا التحويل وإلا لو اكتفينا على الإسناد السابق ففيه ضعف والإمام البخاري مش لا يعلم محمد بن أبي عتيق أنه ضعيف يعلم فأتاك بالطريق الآخر حتى يقول لك لا هناك راوي آخر عن الزهري وهو إمام وهو شعيب بن أبي حمزة إمام من حمص ومن أوثق الناس في الزهري هذا شيء إذن من يذكر لنا لطيفة من لطائف هذا الإسناد واحد نعم فيه رواية الابن عن خالته عروة عن عائشة اثنين عوض نعم نعم إذا من جهة أبي اليمان نصف الإسناد حمصي والنصف الثاني مدني أما من الطريق الآخر فإسناده مدنيون إسناده مدنيون ثلاث من الطريق الثاني فيه رواية الأخ عن أخيه نعم فيه رواية الأخ عن أخيه أربعة فيه التحويل في الإسناد فيه التحويل في الإسناد ستة إسناده نازل سباعي إسناده نازل سباعي ثمانية ولا سبعة في رواية التابع عن التابع ابن شهاب عن عروة نعم فيه رواية التابع عن التابع ابن شهاب روى عن أنس طيب إذن هنا ينبغي لنا كان يدعو في الصلاة فهذا إن دل على هذا الدعاء يجوز أثناء الصلاة ومتى يكون الدعاء في الصلاة واحد نعم بعد التشهد الأخير اثنين في السجود وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ولذا أفضل ما تدعو في سجودك
ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله عاجله وآجله أوله وآخره. تدعو بما ورد: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ورد أدعية كثيرة في السنة، لا تستطيع أن تحفظ الطويل. اللهم حاسبني حسابا يسيرا قصير. حاول ما استطعت في دعائك في الصلاة أن تدعو بما ورد، بما ورد، سواء في التشهد الأخير أو أثناء السجود. طيب، قال: من المأثم والمغرم. ذكرنا ما معنى المأثم، وهو نعم جميع ما يقودك إلى الإثم. والمغرم، إذن هل النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من ذات الدين ولا من تبعات الدين؟ نعم، بيّن أن له تبعات، استعاذ بالله من الدين لأنه يقود إلى تبعات، يقود إلى تبعات. فرجعنا أن الدين لا يكون إلا للحاجة، لا يكون إلا للحاجة. وإياك أن تفرق. بعض الناس يقول لك هذا دين تجارة وهذا دين شخصي، كله دين. لا يوجد شيء اسمه دين تجارة ودين شخصي، الدين دين. متى استطعت أن تسد فعجل. نعم، قد يكون عندك حاجة للاستقرار في تجارتك. يعني إنسان عنده حانوت دكان وعنده رأس مال 100,000 وأحضر كل ما يلزم هذا الحانوت، لكن بعض الأشياء المكملة لابد أن تكون وهي تساعد على التسويق باقي الأصناف، فاستقرض ليتم. هذا شو ماله؟ لحاجة، والمبلغ قليل فيسهل أن يسده. أما حضرتك فاتح ليش؟ سوبر ماركت و90% من بضاعتك شو مالها؟ دين. يعني أي شغلة شو مالك؟ ولا أنت طالع كذاب ونصاب وما شابه؟ أول شيء يا أخي، صار أي ظرف من الظروف، تعرض حانوتك إلى جزء من السرقة، إلى الحرق، الى وهكذا، سوف ايش؟ تعلن افلاسك. اذا تنبهوا اخواني في الله انه في شيء اخر في الحاجة، ان في التجارة يكون الدين هو الشيء القليل وليس هو الشيء الاكثر. وللأسف اخواني في الله بعد ذلك الخطوة الثانية تبدأ عملية ماذا؟ رفع الأسعار. عليك من يدينك في البداية، وعندما تصبح في قبضته فلا تستطيع أن تشتري من غيره، بعد ذلك يبدأ وهنا يرفع الأسعار مقابل الدين، وقعنا في الربا. والأمر الآخر أنك في أي لحظة ستذل. شايف الشيخ الفلاني إلي عليه والله مصاري، كلما جلس هذا الشخص بفضحك، إلي عليه رجل 3-4,000 ليرة يا أخي، دفعته ضعيفة وكذا، انفضحت. فإذا كنت داعية فاهرب من الدين فرارك من الأسد. وإن قلت لكم عن نفسي بفضل الله، فبدأت بداية ضعيفة في التجارة، ولكن بفضل الله كنت أهرب من الدين ما استطعت، حتى أكرمني ربي ولم أعد من سنين أقبل الدين بفضل الله.
فإذا تنبهوا إخواني في الله إلى هذا الشيء، شيء قليل وليس بمديون، غير من كثير ومديون. فأحدهم يقول يا شيخ غير باصك، فأقول له مهيون أحسن من مديون، مهيون ولا يكون مديون. فأنت حضرتك راكب لسيارة ونازل يتزمر، وحضرتك شو مالك؟ مديون. وثم بعد ذلك التغى القرض بين الناس وتعود الناس على القروض، فدخلوا إلى البنوك. يعني في البدايات كان في قرض إيش؟ حسن، وأهل العلم يحذروا منه، قرض حسن وأهل العلم على التحذير منه. ثم دارت الأيام فأصبح هذا الدين عن طريق البنوك. وواحد بيسأل يا شيخ أنا راتبي رقم كذا 500 دينار مثلا، وأنا لو حوشت طول عمري ما بشتري إيش؟ شقة. شو عندك حل عشان أشتري شقة؟ أولا الشيخ ليس هو عبارة عن مؤسسة اقتصادية ولا أنه وزير إسكان حتى يقول لك خذ لك الشقة أو بدي أدلك كيف تحصل شقق. الشيخ له أن يوجهك الوجهة الشرعية. اثنين، لأن تبقى طوال حياتك بالإيجار بالحلال خير لك من أن تعيش بالحرام مع التمليك. فهذان الأمران مهمان. النبي صلى الله عليه وسلم يستعذ بالله من الدين الحلال ولا اللي فيه ربا؟ حلال، قرض حسن أكثر ما يستعيذ. ما يضحكوا عليك التجار، افتح لك محل واحنا بننزل لك بضاعة ومن دينها من دينك وبنصبر عليك يا أخي. لا أنا ما بورط، بس أصير عندي قدرة أفتح محل وأفتح 70-80% بالمحل، بنزل 20% بالدين ماشي الحال. أما ما نرى في هذا الزمان أحدهم قال أنا لا أملك من هذا المحل دينار، لا أملك ولا شيء، كل ما في هذا المحل من أموال الناس. هناك من يعطيني النقد وهناك من ينزل لي بضاعة. هذا ليس بتاجر، هذا إنسان يعرض نفسه إيش؟ إلى المغرم، إلى الكذب، إذا وعد لم يفي. وأكثر القصص اللي بنسمعها إنه فلان كان صاحب استقامة وسقط من وراء هاي النقطة، إنه الناس أعطوه فلوس وقالوا له شغلنا إياها أو إحنا من دينك واعمل أعمال حرة، فإذا به يفشل، وعندما يفشل يهرب من الناس ولم يعد يحضر دروس ولا فضلا أن يدرس، فضلا أنه يخطب جمعة، ويصبح يطالب من الناس. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن هذه شيء مهم احذروه، وهذه وصية ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم. سوف يحدثك فيكذب، وسوف يوعدك فيخلف. سيخلف ايش؟ المواعيد. بكرة بكون عندك، زي ما بنسمع من التجار، بكرة بكون عندك. انو بكرة؟ ما اجا بكرة واجا بعدي واجا شهر شهرين، شو كذاب. كلما تلقاه بكرة بكون عندك، الاسبوع الجاي بكون عندك، اول الشهر بكون عندك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذا من أسباب الدين لغير الحاجة سبب رئيسي، ما هو؟ حب الدنيا. فالإنسان متى أحب الدنيا
استقرض لغير حاجة، حبيب دنيا. واحذر أن تهلك من أجل غيرك بسبب الدين. ليش متداين؟ أولادي بدهم إيش؟ يكملوا دراسة. طب يشتغل، ومين قال ما في شغل؟ هو الوقت اللي ما في رجع من الجامعة شو بيساوي؟ قاعد على إيه؟ على الفيسبوك، بدل ما يقعد على الفيس زفت يروح على إيه؟ يشتغل. في دوام جزئي، في 6 ساعات، في 4 ساعات، في دوام جزئي، مين قال ما في؟ ما هو اصلا لو بنقول انه طول النهار يدرس بنقول لا والله معذور. وين يا والله طالع مع اصحابي يابا، عوين على كرادور عبدون قالوا بيقصدروا مع بعض اصحابي، وانا ايش مديون، مذبح في عالم السكين مديون، هو ومرته كمان تشتغل كمان عشان ابنه ايش يربي شعراته ويمشي على كرادور عبدون. شو مالكم يا جماعة؟ او عشان مرتك غير لي هالغسالة، غير لي هالثلاجة، غير لي هالغاز. طب ماشي الغاز، ما هو ماشي. لا بدنا احسن. طب الثلاجة ماشية، لا بدنا احسن. الغسالة مالها، بدنا احسن. ما هذا كله ايه؟ هلاك علي. تعال احضر درس الشيخ سفيان. لا يا اخي هذا درس بده تحضير، ما بنحضر. واذا حضرنا شو ماله؟ بس بنهز راسنا هيك. سببه ايه؟ الدين، الديون. زمان كان الرجل اذا تزوج زوجته تنزل معه الى الحقل او تروح ترعى غنم، فيقول والله بدي زوجي الثاني تساعدني في رعي الغنم برضو، يروح يجيب كمان زوجة لانها شغالة تنتج، بدي كمان ايش ثالثة عشان تنزل على الايش الغيط على الارض. هذا شو ماله؟ بنت المدينة ما في. هذا هو سبب الهلاك، الاستقراض لغير حاجة. معاي؟ بجيب. احنا مش ضد الثلاجة الجديدة ولا الغسالة الجديدة ولا الجلاية، لكن بشرط ما تكونش بالدين. هي بالدين؟ هات رطلين. لا مغرم. أكثر من هيك لا نستطيع الكلام من الفوائد والأحكام. قال ابن بطال: قال المهلب فيه وجوب قطع الذرائع. هذه من مصادر التشريع، وهي قاعدة. بعضهم يجعل مصادر التشريع وبعضهم يجعلها قاعدة أصولية فقط، وهي سد الذرائع. فيه وجوب قطع الذرائع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استعاذ من الدين لأنه ذريعة إلى إيش؟ الكذب والخلف في الوعد. مع ما يقع تحته المديان. مين المديان؟ المدائن. المدائن مش الدائن، المديان. ايش يقع تحت مع ما يقع تحته المديان من الكذب والحرج؟ ذكرها الكذب والحرج، ذكرها الذل، من الذلة تنذل. جاي تشتري تنكة زيت بالأقساط، ليش ليش ليش؟
شو الداعي معك؟ اه معي. طب ايش ادفع؟ ليش ليش على ايش؟ لا والله ما معي. ما معك معذور. وين مصاري؟ قال بحوش والله. واخر اشي ياتي احدهم باخذ الاخضر واليابس اللي ينفع انك التحويش. انتقل للباب التالي شباب، اكثر من هيك لا نستطيع. يلا احمد. باب الصلاة على من ترك دينا. اها انظر، الصلاة ما معنى هنا؟ ما معنى تبويب الامام البخاري الصلاة على من ترك دينا؟ صلاة الجنازة. هذا في باب في بيان حكم الصلاة على حكم الصلاة على من ترك دينا. اذا وضعك مش بالسليم اذا مت وعليك ايش دين. الفقهاء اختلفوا يصلى عليك ولا لا يصلى، عشان مين؟ اولادي. عشان مين؟ مرتي. عشان مين؟ شهواتي. الموضوع مش سهل، الموضوع مش سهل. وذكرت لكم ذاك الرجل الذي مات وقد بنى لأولاده بيتا كلفوا 100,000 دينار وسد منه 70,000 وبقي عليه 30، وعندما مات لم يسد الأولاد هذا الدين، والطريقة الوحيدة لسداد دينه بيع البيت. قال وين نروح هنا؟ أبوك في 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 القبر يسأل ويحاسب عن الدين. والله ما بعرف ليش يشتري هو الشراء، احنا ما لنا دخل. ما حدا رضي يبيع البيت، ساكنين في بيت. لك وين نروح نعيش بالأجارات؟ أبوك تداين من أجلك وبس، مات قبل ما يسد، ظل 30,000. وبيبقى يقول لك عند المقبرة اللي إله على أبوي إيش إيش؟ يطالبني أنا ابنه. كذاب هيك، هي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا. كذاب. ما بتسد عن ابيك. قال انا بفكر ابوي 10 ليرات 20 ليرة 50. اما نبيع البيت حكم الصلاة عليه شو؟ الحمد لله انه النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الامر اصبح يصلي على اي مسلم عليه دين. ولكن كيف يحل مشكلة الدين؟ من بيت مال المسلمين. متى من بيت مال المسلمين؟ ها انتبه، متى؟ استنى شوي. حال عدم قدرته على السداد. لا لا ما خلصنا، ما مات شو قدرته؟ كما ما ترك خلص. ايوه ايش؟ ما ترك وراء ترك. احسنت. اول شيء اخواني في الله في الشرع من بعد وصية يوصى بها أو دين باتفاق الفقهاء من مات لا يقسم الميراث إلا بعد واحد نعم. المال يجعل للكفن، تغسيله وتكفينه، لأنه صار تغسيله مصاري الأيام هاي، تغسيله وتكفينه وتجهيزه ودفنه. القبر مصاري بمصاري برضه. يخصم من مين؟ من ماله. اثنين سداد الدين. ما في ميراث. لو هؤلاء الأولاد الذين ذكرناهم قبل قليل طبقوا الشرع لخرجوا من بيوتهم. فسداد الدين مقدم على قسمة التركة. ثلاث الوصية قبل الفروض. قبل الميراث يوجد ايش؟ الوصية.
شفنا في الزكاة هنا موضوع شو الزكاة. فعندنا ايش؟ الوصية. بعدين بيجي الميراث. فتسلسل موضوع الدين تفرحش إليه. فهذا معنى انه الحاكم لا يجد عند هذا الشخص شيئا يباع، فماذا يساد من بيت مان المسلمين؟ لانه مقصد الشرع ابعاد الناس عن ماذا؟ عن النار. فاصبح يسد النبي صلى الله عليه وسلم من بيت مال المسلمين بعدما لا يوجد شيء يباع لهذا الشخص. ولا بصير كل واحد يتداين كذا ويجي انت انا بموت بسد عني بيت مال المسلمين، لا سيباع. اسمع الان الحديث. ايوه. قال حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبه عن علي بن ثابت عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فالينا. نعم، كلا. ايش يعني من ترك كلا؟ ايش يعني كلا؟ نعم، عيالا. فالينا. الروايه التاليه نسمع. قال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته. من العصبة؟ فليرثه عصبته. من العصبة؟ من العصبة؟ نعم. فهذا قرابة الرجل لأبيه، هذه تسمى العصبة. طيب أيوة. فليرث عصبته من كانوا، ومن ترك دينا أو ضياعا. إذا ترك دينا أو ضياعا، ما معنى ضياعا؟ ما معنى ضياعا؟ أيضا عيالا، لأنه هذول ضايعين، أطفال قصر، أطفال قصر. نعم. فليأتني فأنا مولاه عليه الصلاة والسلام. إذا في الحديثين السابقين هل ذكرت الصلاة؟ في الروايتين السابقات هل ذكرت الصلاة؟ الجواب لا، لم يذكر. طيب ما لما ذكرهما الإمام البخاري على هذا التبويب؟ لما مع أنه لم يذكر فيه الصلاة؟ قال ابن بطال: هذا الحديث ناسخ لترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الميت. أحسنت. نعم، قال ابن بطال: هذا الحديث ناسخ لترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على من مات وعليه دين. أي هذان الحديثان ناسخان للحديث الذي امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه. لما؟ لأنه أصبح هناك سداد دين من بيت مال المسلمين، بعدما نستفرغ ما عنده من أموال سيسد دينه. وهذا إن دل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على إنقاذ أكبر عدد من الناس من ماذا؟ من النار. طب هل هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم أنه لجميع ولاة الأمور؟ هل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم أنه عام لجميع ولاة الأمور؟ وكيف عرفت؟ هو عام لجميع ولاة الأمور لأن خطاب النبي خطاب لأمته. نعم، هو عام لجميع ولاة أمور المسلمين، لأنه الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الاقتداء من جميع الأمة، فهي تفيد العموم. فلقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه؟ أسوة إيه؟ حسنة. فإذا الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون أسوة، ومن أراد أن يخرج شيئا من الائتساف هذا يحتاج إلى دليل. لذا قالوا الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون لجميع الأمة إلا
إلا ما ورد دليل على التخصيص. ولذا قال الشيخ ابن باز قال: وهل هذا عام لجميع الولاة أم خاص به صلى الله عليه وسلم؟ قال: قولان. إذن هناك قول يقول هذا فقط في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس هو الراجح. قال: والقول بالعموم قول قوي. إذن الأرجح والأقوى هو العموم لجميع أمة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، من يعرفنا برواة هذا الإسناد بعدما درسنا المتن والفوائد، يعني عكسنا لأن نرجع إلى الإسناد؟ تفضل. أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الباهلي، مولاهم الطيالسي البصري، سبنا سنة 20 و200 وله 94. شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي، مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري، ثقة حافظ متقن، أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة، وكان عابدا، مات سنة 60 و100. عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي، مات سنة 16 و100. أبي حازم هو سلمان الأشجعي الكوفي، مات على رأس 100. أبو هريرة الدوسي الصحابي الجليل، حافظ الصحابة، اختلف في اسمه واسم أبيه على أقوال أشهر، عبد الرحمن بن صخر، مات سنة 57 وله 78. نعم، من يذكر لنا لطيفة من لطائف هذا الإسناد؟ واحد. نصف الإسناد بصري والنصف الثاني كوفي، صحيح. لطيفة ثانية، تفضل. في رواية التابعة عن التابعة عدي بن ثابت عن أبي حازم، حيث أن عدي بن ثابت روى عن البراء بن عازب وعبد الله بن أبي أوفى. نعم، فيه رواية التابعي عن التابعي، فكما قال أخونا فعدي روى عن البراء بن عازب وغيره. طيب، ننتقل إلى الإسناد التالي. من يعرفنا برواة هذا الإسناد؟ من يعرفنا برواة هذا الإسناد؟ تفضل. عبد الله ابن محمد ابن عبد الله ابن جعفر الجعفي أبو جعفر البخاري المعروف بالمسندي، حافظ، ثقة حافظ، جمع المسند، مات سنة 29 و200. أبو عامر عبد الملك ابن عمرو القيسي أبو عامر العقدي، ثقة، مات سنة 400. فليح ابن سليمان ابن أبي المغيرة الخزاعي أو الأسلمي أبو يحيى المدني، صدوق كثير الخطأ، مات سنة 68 و100. هلال ابن علي ابن أسامة العامري المدني، مات سنة 110 و100. عبد الرحمن ابن أبي عمرو الأنصاري النجاري، يقال ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ليست له صحبة. أبو هريرة سبق. نعم، من يذكر لنا لطيفة من لطائف هذا الإسناد؟ واحد. شيخ البخاري من أفراد على مسلم. شيخ البخاري من أفراد على مسلم. اثنين. التابعي عن التابعي، هلال روى عن أنس بن مالك. نعم، فيه رواية التابعي عن التابعي، فهلال بن علي روى عن أنس كما في تهذيب الكمال. والله الهادي والموفق، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.